معي حاليا مخرج لبناني هو توفيق خريش. خريش انا اسمي بدي اقول لك عكر على اسم الفيلم. ولا يهمني. توفيق، يمكن عم تحضر هلا لاول فيلم روائي طويل، ولكن هذا ثاني تجاربك السينمائيه القصيره، فيلم عكر. سالتك شو يعني عكر؟ بدي اعرف، لانه مش كل العالم بيفهموا لهجتنا. يمكن مزبوط، عكر هي المي المعوكره، المي لما تكون نقيه ونحط فيها اوساخ وتتعوكر ما تعود نقيه. هيدا هو. ليه كان عنوان الفيلم بيحمل، يعني ليه حمل الفيلم هذا العنوان؟ الفيلم حمل هذا العنوان لانه الشخصيه كثير في عندها مش خليط بين الماضي والحاضر، وهيدا الشيء اللي بيعكر لها تفكيرها وبعكر لها حياتها شوي. دائما الشعب العربي اجمالا هو اكثر شعب يمكن بيشتري ذكرياته، خلينا نقول، يعني احنا دائما بنعيش في الماضي لانه مش قادرين يمكن نلمس الحاضر او نعيشه كما يجب. لا، لانه ما عنده ماضي ما عنده حاضر وما عنده مستقبل. هلا الماضي هو يعني اللي بوصلنا للحاضر، ما فيك تنسى الماضي كله. وكرمال هيك الفيلم هو قصة بتصير بالحاضر، بس انت فيك تنسى كل الماضي تبعولك، فمجبورة تتأثري بالماضي تبعولك تقدر تعيش الحاضر، وهذا الشيء بمشيك كيف ما بده. بس نحن متمسكين اكثر بذكرياتنا، يعني احنا دائما في عنا حاله الحنين يمكن اكثر من اي، يمكن نحن شوي شو بقولوا عاطفيين اكثر من غير شعوب. في شعوب اكثر منا، بس في شعوب اقل منا. بس اي معك حق. يمكن شخصية الاسكندر بطل الرواية أو بطل الفيلم، يلي هو بيكون عايش برا وبيرجع على لبنان وبيلتقي بأبوه، بيرجع بيتذكر الأشياء القديمة، فبيحس أنه منه قادر يرجع يتواصل معه بشكل آخر، هو كان يفكر بشيء تاني. هو القصة بقصة اسكندر، اسكندر بيرجع من كندا بعد 27 سنة. اسكندر فل ولد صغير، هو أمه وإخواته تركوا بيهم بلبنان، بيرجع بعد 27 سنة يدور على بيه ويلتقى مع بيه، وذكريات بترجع له أول ما يوصل على لبنان قبل ما يلتقى مع بيو، وبعيش بنفس الوقت الذكريات الانفصال عن بيو والطريق نحو الالتقاء مع بيو. فهيدا هو اللي بيخلق له الخلطة براسه بين الماضي والحاضر، يعني ما بتقدر تخليه يعيش حياته يمكن الحالية كما يجب. أو بتعيشه إياها كما يجب. يمكن يعني هو كمان كما يجب كلمة كتير صعبة، لأنه كيف لازم الواحد يعيش حياته؟ هو الأحداث بتصير معه هي اللي بتوصله لهون بتخليه يعيش حياته. فإيه ما بتخليه يكون مرتاح، لأنه هو جات يشوف بيه مفروض يكون ينبسط إجمالا، متصالح مع والده على الأقل. على الأقل وبيوصل لعنده ومع كل الذكريات، مع كل حمل الماضي وتقل الماضي اللي عايشه قبل هو صغير، بيوصل لعنده وبيلتقى مع بيه. توفيق خريش، اليوم السينما اللبنانية قدرت أنه تلاقي مكان على خارطة السينما العربية. مؤخراً صار في هناك كم كبير من الأفلام الروائية الطويلة، وأيضاً بالمهرجانات عم نشوف هناك كم كبير من الأفلام القصيرة. نعم. خلص طلعنا من حالة الحرب، خلص طلعنا من هي الحالة اللي كنا نحن دائماً نحكي عنها، القتال، الممانعة، واليوم عم نرجع شوي للشطر الإنساني اللي هو عم ياخد الحيز الأكبر في السينما اللبنانية. إن شاء الله نكون طلعنا من الحرب، لأن أنا بشك كتير محوطين بالحرب والحرب بعدها موجودة عنا. بس إيه يمكن بقصصنا الناس ما بتحب تحكي عن الحرب، بتقول بس كلهم بفكروا بالحرب. بس إذا بدنا نحاول ما نحكي عن الحرب رح نحكي بتأثير الحرب، يعني الحرب هي اللي وصلتنا لهون، فنحن رح نحكي عن القصص الاجتماعية والمجتمع تبعولنا مأثر بكل التاريخ تبعنا. يعني خلص حبتك. ايه ما هيك كتير بحبهم. حتى هدول القصص الإنسانية اللي بدنا نحكي عنها، بس أنا بشوف دائما أنه في هناك حالة حنين مثل ما قلت لك بالبداية، دائما لأيام زمان. نحن معلقين مثل على حاجز وهمي، يعني لا قادرين نمشي لقدام ولا لا قادرين نتخلى أيضا عن ذكريات الماضي. يعني شو الحنين يلي نحن دائما بنحن له بلبنان؟ هل هي العلاقات الانسانيه المثاليه خلينا نقول، او الحقيقيه الاكثر شفافيه؟ الاكثر شفافيه يمكن، لانه العلاقات الانسانيه كثير شيء معقد، يعني خاصه عندي بالفيلم هي العلاقه بين الصبي وبيه، وهي من اهم العلاقات انا برايي الانسانيه، ومعقد كثير. ف الشفافية بالعلاقة وبالحكي مع بعض وهيك،
يعني حتى مرات نوصل لمرحلة السكوت هو أكتر شيء مزبوط موجود بالعلاقات. حتى إذا بدنا نحكي كمان على العلاقات الإنسانية على الصعيد الاجتماعي خلينا نقول، اللبنانيين بالفترة الأخيرة عم بيركزوا على مناطق محظورة خلينا نقول على شكل العلاقات الإنسانية، وعم بيورجونا جانب آخر انتقدت ربما السينما اللبنانية بناء عليه بالفترة الأخيرة، أنه أنتوا عم تورجونا انفتاح زيادة عن اللزوم، أنتوا عم تورجونا مجتمعات يمكن هي جدا قياسا بالمجتمع اللبناني هي عبارة عن تكتلات صغيرة، أنه نحن ما فينا نعممها على الشارع اللبناني بأكمله. هلا المجتمع اللبناني اجمالا المجتمع منفتح كثير، حتى من الستينات والسبعينات يعني كان الانفتاح اكثر من هلا. هلا صار يمكن مرتبط بمطارح معينه بمجتمعات معينه، بس بالنهايه كل واحد يعني انا اذا بدي احكي عن المجتمع بحكي عن المجتمع تبعولي، ما بقدر احكي عن المجتمع تبعولي، فكرمال هيك بنحكي عن الانفتاح تبعولنا.